لاباس عليكم، كل شيء بخير، هانيين تبارك الله عليكم يا صديقتي الغاليات. اليوم راني بغيت ندير واحد الصابون ديال الوجه اللي بغى يغسل وجهه. كدير هذا الصابون في الدار؟ ايوا، بنصايب هذا الصابون وطاحت عليا واحد الفكره جهنميه. اليوم بغيت ندير القالب المهدي، واحد المقلب بنديرو السي المهدي، حينتي هو طيح حماق على حياة شي حاجه سميتها هالفرماج فرماج. الفرماج الصفر ما تحيديش ليه، واخا مسكن طنسي هو يحماق عليه. وعلى اني اليوم بغيت ندير ليه هذا المقلب هذا. اليوم مشحر مبخر بينا نضحكوا عليه واحد شويه، حين جيت هو كايد اللي على المقالب، ولكن اليوم جات فين عرضوها فيه. الله يعطيكم الخير، نهار انتم دريه ما مقلب معايا. هنا. دابا انا غادي نحك هاد الصابونه، حين اصلا بغيت نصايب الصابون ديال الوجه ديال الغسيل، وهاد البارتي هادي راه مخليها كنحك بها الصابون. دابا ان شاء الله نحك يلا هاد الصابون هذا، تي ولا ان شاء الله بحال حيت انا اصلا بحال بغيت ندير الفرماج. بيتزا وعندي الفرماج جبته. ودابا غادي ندير ليه هاد المقلب هذا السي المهدي، كيحماق على شي حاجه سميتها الفرماج الفرماج. الاصفر، اش بغيت ندير ياسمين؟ المقلب البابا. سكتيها بشوية اللي يسمعنا. ايوه المقلب البابا. واليوم مهم، السلام عليكم، بعدا كي دايرين؟ لاباس عليكم. اليوم جينا لكم بواحد المقلب مشحر ومبخر، بابا عزيز عليه الفرماج. حنا اليوم غادي نديروا ليه هذا المقلب، وان شاء الله يعجبكم الفيديو. ما تنساوش الاشتراك في قناه ام ياسمين، ويلا نبداو. هو المقلب حنا راه كنوجدوا فيه، هو راه شاد التليفون وما غاديش يعيق بينا. المهم راه كاين في الصاله فيه، وحنا كاينين في الكوزينه، يمكن ما يقدرش يسمعنا حيت كنضرب شويه. المهم حنا هانتا ما كنوجدوا في المقلب كما كتشوفوا. اليوم المقلب السي هاد الفكره طاحت عليا، وقلت ماما ملي ما نديرها ملي ما نديرها لحمزه، ماشي قلت لها بلا ما نصوروها، قلت لها ملي ما نديرها لحمزه ونرجع عطيه يدوقو. قالت لي لا، كاع نديرها لبابا نصوروها وتلاح في الفيديو قناه. هو الصابو، ها هو الفرماج وجد، ها هو الفرماج وجد. صلات الفرماج بالصابون. شوفوا ها، ما تعلكيش ما تعلكيش، ما غاديش يتعلك، ما يجيش معيق بحال هكا. حنا تبين نديرو بيه، حنا اصلا بي شوف لينا واش هاد الفرماج بحال خاسر. هو راه الطريق مزيان، ولكن نشوفو ما عطيناش بحال خاسر. حنتي ذقتو انا في الاول وجاني ماشي هو هذاك. وهاد الصابون راه خالي من الرائحه، ما فيش الريحه. مهم يا حبايب الله، انتما هو الصابون راه وجد، وحنايا دابا حكيناه في الحكاكه ديالنا، وانتما هو حنايا واجدين وزدنا عليه الصابون الاخر، وغادي نعطوه هيهز كميشه كمشه بشمالتي. وحيتي ما فيه لا ريحه هذا لا والو. الصابون الصابون راه زوين وغادي يعيق به حتى واحد، وان شاء الله يعجبكم هاد القالب. ما تنساوش لينا اللايك والشير والسبسكرايب، كذلك الاشتراك في القناه، وان شاء الله يعجبكم هاد الفيديو. حنا دابا غادي نبداو في المقلب. يلا مستعدين معانا؟ واش مستعدين؟ قولوا مستعدين. يلا واحد جوج ثلاثه. مهدي ومهدي خويا، هاد الفرماج اللي جنا ما عطاناش، جاني بحال شويه ماشي هو هذاك. مالو؟ ما عرفت بغيت ندير البيتزا دابا، طحنت باش ندير في البيتزا. شوف كيفاش جاني، ياك ما قديم ولا الطريق ديالو مزيان. الشيطان جاك انتي جايبه لي صابون. ايوا انتم يا البنات، شوفوا المهدي اش دار ليا. حي حي، انت عطيتو كلا الصابون. شوفوا احبابي، ها شوفوا العيمه اش دارت ليا، شفتوها؟ حيتي هو حيتي هو كيحمق على شي حاجه سميتها الفرماج. بالي داكشي محكوك كيتصحاب نيت الفرماج. يا الله انا طاحت عليا الفكره، بغيت ندير لكم الصابون ديال الوجه، راه زوين غزال واعر هائل البنات. راه غادي نحط لكم ان شاء الله. وبالله ما كنحكاو، هي طحت لي الفكره ياسمين، قالت لي ياسمين اش كاينه ماما نديروا لبابا المقلب بهذا الصابون. قلت لها هي اللي ما تعاود، وانا نيت نديرها لي. الله جا من الخدمه عيان كيشرب كويسه ديالها تاي مسكين، حتى قلبنا ليه خسرنا ليه الذوق. ايوا سمح لينا سي المهدي. صافي حليل،
ياك بعده. يا ماما مسامحني. الله يعطيك الخير. سمح لينا سمح لينا. نبوسك على راحتكم. حنايا كنبغيو نضحكوا المشاهدين. كنبغيو نضحكوا ونبنشطوا. الله يعطيكم الخير ويسمح لي تا هو. انت ما راكي ديري شي مقالب غير ما كنحطهم، ولكن ان شاء الله الرحمن الرحيم عادي نشوف انا اش عادي ندير معاه. يلا الله يحفظكم ليا وما تنساونيش. راه غادي نحط لكم ان شاء الله الصابون ديال الوجه يا البنات، راه هائل زوين وغزال وكيخلي البشره فنه. وان شاء الله الرحمن الرحيم راني عادي نديرو معاكم. راه يلاه كنوجد فيه بالله ما طاحت عليا الفكره وقلت نصدق هاد الفكره هادي. ايوا من بعد راني معاكم ان شاء الله بالصبر. ويوم بارك عليكم ان شاء الله. ومبارك عواشيركم. وشريتو شي طعيرجات وشريتو شي بنيدرات وشريتو شي فاكهه وشريتو شي حاجه؟ يا لاله بالصحه والراحه بصحتكم الله ينفعكم. وعواشر مبروكة علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين، وتبارك الله عليكم والسلام عليكم. وتحياتي للمجتمعين ديالنا. باي باي عليكم وعشر مبروكة. ياسمين راه كتسلم عليكم. مرحبا عليكم يا باي.